الاحداث مثل هذه الاحتفاليه وبياسيش واد اللاعبين صحيح يلعبون مستويات عاليه هناك من يلعب في ابرز الدوريات العالميه وعاشوا لحظه تتويج بمسابقات وبكؤوس مع الفرق ديالهم لكن غتبقى افضل مسيره في التاريخ ديالهم يا هذه مع المنتخب الوطني افضل احتفاليه. هؤلاء اللاعبون هؤلاء الاولاد جلهم يمارسون في دوريات كبيره في دوريات يعني يتقاضون اجور كبيره ولكن الان هذا الرد ديال الجماهير الشعبيه وهذا الاحتفال فيه اشياء اتمل واغلى يعيشها هذا الولد وهذا اللاعب الذي يمارس في دوري كبير ويتقاضى اجر كبير وامكانيات كبيره ولكن عندما يكون في وسط الدفء ويكون في وسط التاريخ في وطنه هذا اغلى هذا اتمل. صح نعيش هذه اللحظات المجنونه بالصوت والصورة نترك لكم التعليق لحظات جميلة جدا.
دائما مباشرة عبر شاشات القناة الرياضية مختلف قنوات الشركة الوطني دعوة التلفزة حافلة المنتخب الوطني الآن بعدما جابت شوارع مدينة سلا مرور عبر حي السلام الآن عبر باب المريصة ثم عبر قنطرة الحسن الثاني التوجه مباشرة للضفة الأخرى للعاصمة الرباط. تابعنا صور خيالية صور للتاريخ وستتواصل الاحتفالية بصور أخرى أكثر جمالية في هذا اليوم الجميل والمشهود. أكيد فسلا الرباط والعدوتين هي مدينة تسكنها الدولة واليوم تستقبل المنتخب الوطني المغربي بعد هذا الإنجاز، ولاحظنا على أن الجماهير تسعى لتقديم كل ما يكون في مستوى الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي. المغربي بالطبع ديالو كيبغي يقدم أشياء رائعة، كيبغي يرد جميل، وهذا هو اللي كنشوفوه اليوم. فهذه صور تاريخية، هذه صفحة أخرى من صفحات المجد اللي كيعيشها، وهذه محطة أخرى من محطات المسيرة، المسيرة مستمرة، المسيرة يعني لم تتوقف، مسيرة النماء، مسيرة إنجازات، مسيرة التقوية. والمغرب الرياضي اليوم يعيش واحدة من أجمل اللحظات دياله مع القاطرة اللي هي كرة القدم الوطنية. وأوراش التنمية أمامكم، أوراش التنمية أمامكم، العاصمة الرباط، مدينة سلا، المنجزات، الملاعب، وهذه أمور نفتخر بها نحن كمغاربة، حينما نتحدث دائما عن هذه الإنجازات وهذه المكاسب المهمة. لأن الذي أعطى الأوامر والتعليمات هو الملك محمد السادس. اللحظة اللي كيمر فيها، لأنك هذاك هو الممر اللي كيمر فيه، فمن خلال شوف ماشي غير كرة القدم، فجميع الرياضات، هناك كرة السلة، هناك كرة اليد، وملاعب كبيرة للقرب وملاعب صغيرة. هذا كيأكد على الفلسفة والهندسة التي يتم التخطيط لها بحنكة ودراية كبيرين، لأن بدون تخطيط وبدون استراتيجية لا يمكن أن يتحقق أي شيء. فكما قلت أوراش هذا المسرح الذي يعتبر مسرح كبير، برج محمد السادس نصر الله، ويطل عليه البرج، أكبر برج في إفريقيا. فالحمد لله المغرب ينمو بطريقة سريعة ومتوازنة ومسؤولة ومضبوطة على مستوى جميع الميادين. فالحمد لله، كما أن لنا الركراكي إطار وطني، فهناك العديد من الركراكيات في مجالات أخرى. هذه سنة الخير، سنة التفاؤل، وتابعنا ما شاء الله الأمطار الخير اللي تهاطلت، وكيف كانت البشائر الخير بالنسبة لعموم مواطنين المغاربة زير على ذلك إنجازات المنتخب الوطني المغربي. هذا يبعث دائما على التفاؤل بأنه وطن الخير والإنجازات. كانت أشياء رائعة، إنجازات في قطر والمطر في أرض الوطن، كانت هناك أشياء رائعة. وثم هذا ليس غريبا على جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لأن شغفه بالرياضة، وقد تحمل مجموعة من المسؤوليات في مجال الرياضة، كان رئيسا للجنة المنظمة للألعاب المتوسطة 1983، وكانت ناجحة بكل المقاييس. المغرب أيضا عندما استقبل الألعاب العربية في 95، ثم البطولة الإفريقية للألعاب القوى، مجموعة من المحطات، فهذه أشياء رائعة. هناك الرياضة، هناك كرة قدم، ولكن من خلال هذه الجولة نطل على الشبكة الطرقية، نطل أيضا على ما يقوم به الأمن، وكيف بسلاسة الآن. فخامة الصور تكفي أيها السادة والسيدات، استقبال الكبار من مملكة الكبار، استقبال الأبطال من مملكة الأبطال، حب الوطن بأجمل الرسائل من أبناء هذا الوطن. تابعوا قاسمهم المشترك، حبهم لوطنهم ولكل ما له ارتباط بهذا الوطن الغالي، حبهم للمغرب، حبهم لكل قضايا هذا الوطن، حبهم لحامي الأمة والدين أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
إذن الوصول لباب شالة والعاصمة الرباط تزينت هي جميلة جدا وتزداد جمالا بهذا الاستقبال التاريخي للمنتخب الوطني المغرب. هي مدينة أنوار، ولكن هذه مصابيح أخرى انضافت إلى باقي الأنوار التي تتزين بها مدينة الرباط. هي في الحقيقة هؤلاء الشباب هم شباب أضاءوا مدينة الرباط وأضاءوا المغرب أولا بجهدهم وبمثابرتهم وبروح انتمائهم إلى هذا الوطن العزيز. فاكتب يا تاريخ هذه المشاهد الرائعة، اكتبوا يا مدونين ويا مؤرخين على أن المغرب الحمد لله شامخ وسيظل شامخا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن أرض الملاحم نقدم لكم واحدة من ملاحم ارتباط الشعب بالوطن، ارتباط الشعب بالملك محمد السادس نصره الله ويداه، ارتباط الشعب بكل ما له قضايا بهذا الوطن، واليوم يتجسد من خلال المنتخب الوطني المغربي في الصور كما قلنا غني عن كل تعليق. إذا الآن الوجهة شارع الحسن الثاني كما نتابع ونعيش هذه الأجواء الجميلة جدا، ونترك التعليق لضيوفنا الكرام بطبع حسي سي بوسال تفضل. نعم هو كتابة ديال التاريخ أنا عبر شارع محمد الخامس، أنا عبر شارع محمد الخامس استهوته شارع محمد الخامس. قلت لك أبو سال استهوته المشاهد ونسي أسئلتك. لأن لا يمكن لمغربي وطني، أنا أحب بلدي كباقي المواطنين. شوف 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 هذا الأعداد القياسية، ساحة البريد، ساحة البريد، ساحة البريد. نخليو الصور، نخليو الصور والآزج.
إذن كما تابعنا وكما نتابع دائما أجواء استثنائية، استقبال شعبي وجماهيري لبعثة المنتخب الوطني المغربي فور وصولها لمطار الدول الرباط. سالة بعد ذلك جابت أهم شوارع مدينة سالة نحو العاصمة الرباط. كما نتابع صور هنا أبلغ من أي تعليق، ودائما نواصل معكم هذه التغطية المباشرة والاستثنائية لهذا اليوم الرياضي الوطني، لهذا اليوم الذي سيبقى موشوما في الذاكرة وفي التاريخ. بدأناها في كأس العالم بأجمل بداية وأجمل النتائج كانت هناك، ونواصلها على مستوى أرض الوطن بعد وصول المنتخب الوطني المغربي. أو في الكواليس ربما كان حديثكم وانبهاركم لهذا الأعداد القياسية من الجماهير، من المواطنين الذين خرجوا ليعبروا عن حبهم وعن دعمهم وعن احتفالتهم بهذه الإنجازات التي تحققت من خلال المنتخب الوطني المغربي. ما أروعه الشعب في حضن وطن في الحقيقة غالي وغالي على كل المغاربة، فالجميع يرسمي في حضن هذا الوطن كله حب كله تفاؤل. وما هذه الصور الناطقة إلا تأكيد وإلا ملحمة على ما تعيشه ما يعيشه المغرب من إنجازات ومن خطوات رائدة في جميع المجالات. والحمد لله التتويج، لأن لما تكون عندك كرة القدم في حالة صحية جيدة فاعلم بأن الأمور الأخرى تسير على أحسن وجه. هذا واقع وهذه حقيقة. جماهير حال لسانة يقول سعداء بكم لأنكم شرفتم الوطن، مبتهجون بكم لأنكم رفعتم رأسنا عاليا بين الأمم وجعلتم اسم بلد المغرب، المغرب الحبيب، مغرب الأمل والتفاؤل والإنجازات، مغرب الحضارة، مغرب التاريخ، مغرب النماء، مغرب الأسرة العلوية المجيدة، وبقيادة الرياضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وها هو المنتخب الوطني المغربي الآن يعود من قطر ويتبختر في شوارع الرباط بالأحمر والأخضر. فالمغرب اليوم يقيم الحدث ويعيش الحدث، المغرب يقيم عرسا. المغرب اليوم يقيم عرسا لأبنائه، المغرب يقيم عرسا لأبنائه بكل الطقوس وبمشاركة والرباط وبشهادة الشعب المغربي. نعم يقيم عرسا، وفي هذا العرس رسائل لمن يهمهم الأمر، ممن يشككون في الخارج بما يعيشه هذا الوطن. هذا خروج تلقائي واحتفال تلقائي وتعبيرات مغربية أصيلة بالحب وبقوة وجمالية كرة القدم. هذه كرة القدم، وهذا هو المنتخب الوطني المغربي، وهي المواهب الآن من الداخل ومن الخارج التي تقدم إنجازا عالميا يتفاعل معه. نعيش هذا الأجواء، نعيش هذا الأجواء. اسمع الطريقة، اسمع اسمع. إذن سعادة لا توصف بالنسبة للعناصر الوطنية، متوجهة الآن إلى القصر الملكي العامر حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم. فحقيقة ختمها لاعب المغرب وهم يقولون سير سير سير، فهذا سير سير ستكون رمزا وستكون انطلاقة حقيقية في جميع القطاعات جميع المجالات. والحمد لله المغرب يخطو بثبات في هذا الإطار سواء في المجال الرياضي أو في جميع المجالات الأخرى. كل ما نتمنى ونتوق إليه هو أن تكون هذه الاحتفالات أن تترك بصمتها في نفوس هؤلاء اللاعبين، وبطبيعة الحال لقد تركت تلك البصمة، وهو مؤشر على أن العناصر المنتخب الوطني منتشية بهذا الاستقبال الشعبي والجماهيري المنقطع النظير، حيث امتزجت دموع الشيوخ والأمهات والأطفال والكل في صف واحد، الكل ينادي عاش المغرب. فهذه ملحمة في الحقيقة
من الملاحم التي تذكرنا بالمسيرة الخضراء، وهذه مسيرة رياضية خضراء إن شاء الله ستعطي أكلها مستقبلا بإذن الله. والبداية كانت في قطر، والإشعاع كان في قطر، والانطلاقة إن شاء الله ستكون على جميع المستويات بمختلف مشارب الرياضة الوطنية كرة القدم ورياضات أخرى حتى لا نهملها، لأن حتى هي الأخرى أعطت بريقا وأعطت لمعانا للرياضة المغربية. لا ننسى مثلا رياضة ألعاب القوى وبعض الرياضات الأخرى الأولمبية التي أعطت قفزة نوعية وأعطت مؤشرا على أن الرياضة الأولمبية المغربية في الاتجاه الصحيح. كل ما نتمنى هو أن تستمر هذه الأفراح وأن تكون بداية أفراح ونهاية لكل الكبوات التي عشناها وسئمناها. وهذا التحدي سيتواصل من قلب المملكة المغربية التي ستحتضن مطلع السنة المقبلة 2023 بضبط شهر فبراير كأس العالم للأندية، كذلك مشاركة منتخب الوطني في كأس العالم للسيدات، مجموعة من المواعيد الكبرى الأندية الوطنية في استحقاقاتها القارية. وبذلك مطالبين أن نواصل هذه الإنجازات ونبحث عن إنجازات أخرى. الآن هي بداية المشوار كما يقال، خصوصا مع هذا الإنجاز العالمي، فأعطانا الشحن، أعطانا القوة الآن من أجل مواجهة كل الصعاب الآن وكل التظاهرات المقبلة إن شاء الله من أجل تألق آخر وإشعاع آخر يليق بهذا الوطن. هذا المنتخب الوطني الذي بلغ دور النصف في الدوحة القطرية فأنهاها، وهو يقول لنا سير سير، ينبغي أن لا يتوقف المسير، أن يستمر المسير. وهذا السير سير في كل الخطوات، لكن هناك مجموعة من المواعيد، وكرة قدم وطنية التي توهجت عالميا الآن مستقبلا سيكون عليها ضغط أن تحقق الأقوى وتحقق الأحسن. علينا أن لا ننسى على أن ها ما نعيشه اليوم هو يعني وفاء بالتزامات جلالة الملك محمد السادس، ونعاود نقولها نصره الله، والتعبير اللي كنقوله دائما الرياضي الأول، ثم في الجامعة الملكية المغربية والتحولات اللي عرفتها، رئيس شغوف بكرة قدم سي فوزي القجع الله يطول في عمره، أيضا إضافة إلى الجرأة في التغيير. لاحظنا كيف تم تغيير المدرب أيام قليلة قبل المونديال.